الحكومة بس. نعم، أسف للمقاطعة، لكن لدينا أيضا جزء آخر فيما يخص الملف الحقوقي، فقد تصدر هاشتاج رضوى فين قائمة الأكثر تداولا في مصر بأكثر من 30,000 تغريدة على تويتر، بعد أن دشنه مغردون للتساؤل عن مصير الفتاة رضوى محمد، والتي انتشر لها على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قصيرة هاجمت فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزوجته، وتدعو النساء للنزول للتظاهر ضد النظام. فلنتابع. أنا بس حابة أسأل سيدة مصر الأولى، أنا معرفش إزاي، يعني معرفش إزاي هي سيدة مصر الأولى، بس هو يعني أنت بأي حق بقيت سيدة مصر الأولى لمجرد إنك مرات رئيس فاشل؟ يعني إحنا عندنا مصر أو في أي مكان في الدنيا أي ست بتتجوز راجل ليه سلطة أو مسؤول. انت ما شاء الله ربنا كرمك بواحد كان كله طموحه ان هو يخش كلية حربية لرئيس جمهورية. وكان رجل الأعمال والفنان محمد علي قد أعلن أنه تلقى من رضوى رسالة صوتية مساء الثلاثاء تؤكد محاصرة قوات الأمن المركزي لمكان إقامتها وخوفها من إلقاء القبض عليها. فلنتابع. محمد، الأمن المركزي هنا، الأمن المركزي هنا، قلنا في الساحل، أنت سمعني؟ بقول لك الأمن المركزي هنا. محمد أنا مرعوبة، عارف أنا مرعوبة. ليه تبعت لي الفويسات اللي انت تسمعوها دي؟ الامن المركزي عندي مش عارف ايه. طيب انا راضي ذمتكم يا رجاله، مش هتكلم على الستات يا رجاله، ده ينفع؟ دي سرقت، دي اكلت مال يتامى، دي عليها ضرايب، دي خيانه الوطن العظمى، كل ده عندي انا موافق عليه. طب والبنت الغلبانه دي ايه ذنبها؟ بياخدوها ليه؟ عشان بتقول اللي جواها؟ مشاهدينا الكرام، عودة لضيفي في تونس مرة أخرى طارق حسين. سيد طارق، الآن يتم التساؤل هي فين رضوى، خصوصا ما حدش يعرف مكانها لغاية دلوقتي. أنا قرأت على صفحة المحامي المعروف طارق العوضي أنها أخذت 15 يوما، لكن هذا الكلام غير مؤكد. سؤالي، لماذا يقوم النظام المصري بالقبض على فتاة قالت كلمتين على وسائل التواصل الاجتماعي ولم يكن لهم حتى تأثير على أرض الواقع يعني؟ طيب احنا زي ما قلت لحضرتك، احنا من عام 2014 امام حاله واضحه وصريحه، هي مصادره كل صاحب راي مخالف للسلطه المصريه، وتحدث الرئيس المصري في عده مناسبات، يعني وتحديدا في يعني عده مناسبات تعبر ان الدوله المصريه تخطو على انها دوله الصوت الواحد، عندما قال انا مش عايز حد يكلمني في الموضوع ده تاني. فيعني النظام المصري بجميع مؤسساته يرفض ان يسمع من الاخرين، يرفض ان يسمع توصيات الاحزاب عن ان تردي حاله حقوق الانسان لا يودي الا بمزيد من المساوئ، ولا يسمع من الحقوقيين اننا نقول ان لا يوجد دوله قويه، لا يوجد دوله قويه من غير مجتمع مدني قوي، لم يسمع من الجميع بانه عندما نتحدث بانه التفشي او زياده الاشتباه السياسي يغذي الارهاب وليس يقضي على الارهاب، لم يسمع مننا عندما قلنا ان اكتظاظ السجون بالشباب يغذي حاله الارهاب، يعني لم يسمع. النظام المصري يريد ان يسمع فقط لنفسه، فهذا ما هو ما يعني ما يقوله في حاله القبض على رضوى. سيده مصريه تحدثت في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، اتفق او اختلف مع مقالته، يعني تحديدا انا اتحدث عن المضمون، ولكن هو يدخل داخل اطار حريه الراي والتعبير والتعبير عن رايها. النهارده الوفد المصري تحدث انه يوجد حريه راي وتعبير في مصر. طب نسال الوفد المصري ما يعني ما وضع هذه الفتاه؟ هل يوجد تعبير عن رأي؟ الوفد المصري تحدث انه يحترم القوانين والدستور. نسال ثاني، طيب هل وانه لا يوجد حبس احتياطي في مصر لمده طويله، هل هذه الفتاه لن تحبس لمده عامين او اكثر من عامين؟ الوفد المصري تحدث ان الدوله المصريه تحترم القانون، لدينا صحفيين تخطوا فتره حبس الاحتياطي لاكثر من عامين، يعني لاكثر من عامين وهو ما يخالف قانون الاجراءات الجنائيه وتحديدا النص الماده 143. شكرا. القانون والدستور المصري بيقول ان احنا انه لا يوجد اختفاء قسري، النهارده بنلاقي ان الباحث العمراني في المفاوضات المصريه مختفي من اكثر من 150 يوم، طب نعم. شكرا جزيلا. يعني اين الحقيقه؟ تجمير. نعم، أنا آسف للمقاطعة، أعلم أن لديك الكثير لكن الوقت انتهى بالفعل. طارق حسين الناشط الحقوقي المصري كنت معي عبر الأقمار الاصطناعية من تونس، أشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، المسائية مستمرة وبعد الفصل تلتقيكم حياة اليماني والشأن الفلسطيني وفيه.
استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الثاني على التوالي. نتنياهو يتوعد بالتصعيد والمقاومة تواصل إطلاق صواريخها باتجاه البلدات الإسرائيلية. ابقوا معنا.